أهلا بكم مجددا في طقوس الإبداع. نحن لسنا يعني أحياء أو لسنا موجودين وحدنا في هذا الكوكب، ربما نتشارك مع العديد مع الكائنات، ولكن هذه الكائنات، هذه الحيوانات، كيف يتم تناولها من خلال الأدب؟ ربما أحيانا بشكل شديد الرمزية، مثل مزرعة الحيوان لجورج أورويل، عندما يبني أو يشرح أو يسخر من الأيديولوجيات السياسية من خلال مزرعة الحيوانات، أو أن يصبح الحيوان هو عين على الأحداث من خلال رواية مثل الشطار لخيري شلبي، أو في ممر الصفصاف للكاتب المغربي دكتور أحمد البديني، حينما تكتشف أن الحكاية على لسان كلب، أو تحول مثل التحول لكافكا عندما يصحو إنسان ويجد أنه تحول إلى حشرة ويتعامل بهذا الشكل، وعلى الآخرين أن يتعاملوا دون دهشة في هذا التحول، أو حتى التفكير بشكل منطقي كيف حدث ذلك. ولكن حينما في هذا العمل هو أقرب لهذه الرؤية في التعامل مع الحيوانات، هو أن هذه الحيوانات أصبحت موجودة. على سبيل المثال، قرد يتكلم ولا أحد يندهش، وكأن هذه هي طبيعة الحياة في هذه الفترة، طبيعة المدينة التي تحولت بشكل ما إلى هذا الشكل، أن يوجد قرد يتكلم ويجلس على في المقهى ويطلب أيضا طلبات. العديد من هذه الرؤى أو حتى قلب الأدوار هو واضح بداية من عنوان هذه المجموعة القصصية، المجموعة القصصية قطط تعوي وكلاب تموء، وهي للقاص والروائي والصديق العزيز دكتور أحمد عبد المنعم رمضان. أهلا بيك. أهلا وسهلا. أحمد عبد المنعم رمضان قاص وروائي وطبيب مصري، صدرت له روايتان، رائحة مولانا ورسائل سبتمبر، ومجموعتان قصصيتان في مواجهة شون كونري وأحلام الدوبلير، وهي المجموعة الحاصلة على جائزة أخبار الأدب، بالإضافة إلى كتاب بعنوان صورة مع أنور وجدي، قصص ومقالات عن السينما والأدب، وينشر قصصا ومقالات في السينما والأدب في مجلات ومواقع مصرية وعربية. والمجموعة القصصية قطط تعوي وكلاب تموء هي العمل السادس والمجموعة القصصية الثالث الثالثة. طيب، بداية من العنوان وهو قطط تعوي وكلاب تموء، وفيما بعد يعني تواجد الحيوانات في المجموعة القصصية، خاصة في القسم الأول المعنون بحيوانات المدينة، وهي اعتيادية وجود الحيوان في المدينة. أولا أنا بحب يعني أشكرك على استضافتي مرة أخرى وليست أخيرة يعني إن شاء الله. إن شاء الله. بالنسبة لموضوع الاعتيادية، فزي ما أنت ذكرت رواية التحول أو الانمساخ لكافكا، فبيستيقظ البطل زي ما أنت بتقول جريجوري سامسا وبيجد نفسه تحول إلى حشرة. الكاتب ما بيهتمش ان هو يفسر لينا هذا التحول حصل ازاي، او يمنطقه، او يضع ليه اسباب علميه او غير علميه او اي حاجه. احنا بنمشي في هذا التسلسل والاحداث اللي بتحصل نتيجه هذا التحول ونتابعها سواء ليه او المحيطين بيه، وبالوقت بنكتشف رمزيه اللي هو بيشير اليه، وبنتعامل احنا كمان كقراء مع إن الحدث هو خلاص الغريب ده أصبح حشر. ان هو عادي، ان هو فعلا اصبح حشر. وعندي برضو في القصص إلى حد ما زي ما أنت بتقول بيستيقظ الرواة في كثير من القصص، يعني يجدوا مثلا القرود تتقافز في الشارع، أو يجدوا ببغاءات يعني توقفت عن الكلام وأصيبت بالصمت التام، أو القطط تغزو الشوارع إلى آخره من الأشياء اللي ممكن تبقى غريبة ومش طبيعية، مش هي ده طبيعة الأشياء، ولكن الناس بتتعامل عادية جدا مع اللي بيحصل كأنه شيء طبيعي ومتوقع. الناس بتنظر للقرد وهو يجلس على القهوة دون ان ده يثير اي انتباه ليها. الوحيد اللي بيبقى مستغرب من اللي بيحصل هو الراوي، الراوي فقط. بيبقى مستغرب من وجود القرد ده او الحيوان ايا كان هو ايه، ومن ردة فعل الناس، فبيشعر
بشيء من الغربة ما بينه وما بين العالم المحيط به، المدينة اللي بدأت تتحول إلى كأنها غابة، أو زي ما احنا بنقول كده في العنوان، عنوان الجزء ده من المجموعة اللي هي حيوانات المدينة. المدينة بقت مليئة بالحيوانات وهو بيشعر بالغربة في وسط هذا هو هنا المجتمع. غربة عشان بدأ يعني نزل، عشان اضطر ان هو ينزل عشان يشوف حنان او شخصية اخرى، ايه اللي حصل او حاجة زي كده، تمام تمام كده. تمام بس معظم الشخصيات في قصص هذه المجموعة هي شخصيات تحس ان مفروض عليها عزلة ما، او ان ليس في حياتها شيء يدعو الى التفاعل مع الاخرين، او عندها خوف ورهبة، رهاب اجتماعي بشكل ما. يعني احنا عندنا في تلصص، يعني حد ظبط شفتاته بتاعت الشغل عشان حاجة واحدة بس، ان جامع القمامة بيجي في وقت معين، فهو عشان يديله القمامة فظبط شغله ان ما فيش في حياته حاجة تانية، فيلجأ الى التلصص على الاخرين. عندنا يعني عقل متخم بالافكار، هو في النهاية ايضا شخص نتيجة رفض ان حد بيفكر، فهو ايضا معزول. يعني العديد بقى، يعني هنشوف بشكل ما هي فكرة الوحدة والانعزال، وان هو مضطر لده. الرواة أو الأبطال في القصص المختلفة في المجموعة، رغم إن هم مختلفين عن بعض، ممكن نلاقيهم في أعمار مختلفة، ممكن نلاقيهم بعضهم كان في بعض القصص طفل وفي الأخرى شاب وفي الأخرى يمكن أكبر قليلا، أحيانا بيبقى متزوج وأحيانا بيبقى أعزب، يعني في اختلافات ما بينهم، أو حتى في الظروف الاجتماعية في اختلافات ما بينهم، لكن في جوهرهم هم أغلب الرواة وأغلب الشخصيات في جوهرها جوهر واحد، يعني هي كأنهم وجوه مختلفة لشخصية واحدة. والشخصية دي زي ما أنت بتقول منعزلة إلى حد ما، بس هي هذا الانعزال نتيجة شعور بالاغتراب، الاغتراب الزماني والمكاني عن المجتمع اللي هم عايشين يعني فيه. هي قطط في الحي الهادئ، كأنه حي أصبح جيته. آه يعني إن هم خايفين لمجرد وجود قطة موجودة في الشارع، يعني إن هو ده حاجة عجيبة، آه ومعايير قاسية جدا للي بيأجر صحيح الشقق في هذا ده. وحتى في يعني قصة الملاكين، يعني اللي هي مشنقتان الملكين لملكين، إن الرب عندما يعني أوقع عقاب على الملاكين، كان العقاب هو الـ إن هو يتم نفيهم في الصحراء، فهي أيضا الوحدة والعزلة. ما هو الأبطال أو الرواة في القصص أغلبهم مجبرين على هذه الوحدة أو هذه العزلة، لأنهم مش عارفين يتواصلوا مع المجتمع بتاعهم اللي هم حاسين باغتراب في وسطه، اغتراب سواء هم حاسين إن ده مش المكان اللي هم المفروض يتواجدوا فيه، أو مش ده الزمن، أو مش دي القيم، أو مش دي الأفكار اللي المفروض تبقى هم عايشين فيها، فحاسين بالاختلاف عن محيطهم، فبيلجأوا إلى العزلة والوحدة اللي احنا بنتكلم عليها. طيب، ده بقى يعني العزلة، هذه العزلة وهذه الوحدة والإحساس بأني مضطر أن أنفي نفسي، هنلاقي وكأنك بتطرح بعض الأسباب لأن ده يحصل. هنلاقي في أنوف الخنازير هو اعتياد القبح، الناس لما بتصحى ما بتلاقيش ريحة الزبالة وتشم ريحة ورود فتبقى متضايقة، يعني إن هو إن في حاجة عجيبة، كأنهم اعتادوا هذا القبح، بالنسبة لهم حدوث تغيير في مشكلة. هنلاقي في عقل متخم بالأفكار أن من يفكر صاحب الرأس الكبير أصبح في مشكلة، يعني مش مجرد أوفر ثينكينج، لا، يعني أنه هو بالعكس من الشرطة بتطارده. بتطارده. وعندنا مثلا درس تشريح، احنا هنا من يعني يفضل أن يكون بلا بلا قلب، قلب. والمعنى رمزية القلب يعني معروفة، هي رمز العاطفة. أم الخوف، يعني بين فكي أسد، الخوف هنا مش هو المحرك اللي احنا بنحتاجه شوية عشان نجري، زي ما انت كاتب ان سواء الصياد او الطريدة الاتنين لازم هيجروا لما يصحوا من بالظبط النوم زي المثل الافريقي، لكن هو معطل معوق، هو يعني خاف يطلع، بعد ما طلع الدور السابع خاف وراح قال لا انا هنزل. ده في قصة الطريق بس. هو الخوف من وجهة نظري هو الشعور الأقوى
والأكثر تحكما في تصرفات الإنسان. يعني هو أقوى من الحب وأقوى من الرغبة وأقوى من المشاعر كتير اللي بتنتاب الإنسان. الخوف هو من وجهة نظري يعني هو أقوى هذه المشاعر، وغالبا الإنسان بتتحكم في تصرفاته كلها. كنا قلنا الكلام ده قبل كده، ميزان ما بين المشاعر، شعوره بالخوف وشعوره بالرغبة، هو بيرغب في أشياء وبيخاف من أشياء أخرى، فالميزان ده هو اللي بيحكم هو هيتصرف يعني احنا إزاي. نقول مش اعتياد القبح، لكن هو الخوف من التغيير بشكل عام. الخوف، الخوف طبعا، وبالذات الخوف ده طبعا الخوف من حاجات كتير مش من تغيير بس، والخوف من المستقبل والخوف من الفقد والخوف من الوحدة والخوف من حاجات كتير. والخوف ده بيزيد تأثيره في المجتمعات اللي اجتماعيا واقتصاديا ظروفها يعني قاتمة، يعني فاهم، فبتضغط عليه أكتر، فبيبقى تبقى مخاوفه أكتر، فبيبقى الخوف ساعتها أكثر تحكما في الإنسان، وأكثر يعني هو اللي بيحدد هو اختياراته الهاجس الموجود بشكل بالظبط، دائم هو اللي في بيحدد في تفكيره. الأغلب اختياراته. يعني الميزان ده غالبا بقى اللي ما بين الخوف والرغبة، غالبا الخوف هو اللي هيطب في المجتمعات اللي من النوع ده، لا، لأن الخوف وعلى بيحاوطه من حساب كل ان هو مكان يحقق رغباته إنه يحقق المختلفة. رغباته أو أي حاجة تانية. بالظبط، طيب انا هنا هنلاحظ ان معظم الـ القصص هي اقرب للفانتازية. يعني قرد بيتكلم، قطط تحس ان في علاقة ما بينها وما بين البشر، انوف الخنازير، سماء تتحول الى اللون الاحمر والخنازير تستطيع انوفها بتصغر وبتاع، عقل مدخن بالافكار، حد دماغه بتكبر بسبب ان هو يفكر واللي ما بيفكرش دماغه بتصغر، درس تشريح حد بيشق واحد ويبدأ هاي. يشرح له. لكن يعني في قصة هي قصة أقرب إلى السيرة الذاتية، وهي أعتقد أن هي متماشية مع الإهداء، وهي الإهداء إلى أمي في مكانها الجديد البعيد القريب. والقصة هي قصة ثور ضخم بقرن وحيد واختيار لحظة معينة، هي ما بعد زلزال 92، وهذه النظرة الموجودة على وجه الأم، وهي هل الحياة كما بنيتها أم ستنهار كما انهارت العمارات اللي أنا شفتها وأنا جاية في الطريق عشان أوصل للعمارة. وأنا عارف إن هو ده سؤال صعب، بس أنت اخترت هذه اللحظة بالذات، يعني على عكس مثلا صورة الكفر بيج عندك، وأنا شايف إن هي لحظة أيضا جميلة وصورة جميلة، لكن أنت اخترت اللحظة دي. طبعا انا يعني لحظه الزلزال دي انا فاكرها كويس. انا كنت طفل صغير، يعني كنت حوالي 7 سنين او حاجه، وما فهمتش ايه اللي بيحصل. يعني هو البيت بيهتز وانا مش فاهم بالظبط ايه اللي بيحصل، وكل في دماغي ان البيت بيقع. يعني دي الحاجه اللي انا عارفها، ما اعرفش يعني ايه زلزال اصلا، ما خدناش في المدرسه وما اعرفش يعني ايه كلمه زلزال. ونزلنا جرينا في الشارع، ففوجئت ان العمارات اللي جنبنا كمان يبدو ان هي بتقع، الناس كلها بتنزل من كل العمارات. فبالنسبه لي غريب ايه اللي خلى العمارات كلها بتقع في لحظه واحده، ده مش مفهوم. واول فكره جت في دماغي وقتها وانا يعني عندي 7 سنوات وكده، ان المنطقه تم مهاجمتها حرب من اسرائيل، وتم مهاجمتها، وده كان يعني رؤية طفل في صغير، يعني فتره هو ده اللي طفولتي. هيفتكر الخوف الاكبر اللي انا عارفه يعني هو في اسرائيل، وجودها. يعني وانا طفل يعني، ويبدو وانا كبير برضو. بعد كده اما سالت والدي يعني هو ايه اللي بيحصل، فقال لي زلزال. فانا ما فهمتش، انا ما اعرفش الكلمه، فهو يعني قالها بشكل طبيعي يعني، فسالته يعني ايه، فشرح لي بعد كده. اللحظه اللي انت بتتكلم عليها طبعا دي لحظه موجوده في ذاكرتي كويس جدا، وهي لحظه رغم ان انا مش متاكد ان انا شفتها، يعني انا حقيقي مش متاكد هي فعلا مرت في خيالي ولا لا، قدام عيني يعني ولا لا، ان هي لحظه شاهدت الموقف أم أنه وليد خيالي لكنه لم يفارق ذهني قط، بالظبط. التفاصيل واضحة دقيقة. ان هي لحظه دخول امي للشارع وهي رحمه الله عليها، وهي بتبص وتشوف المكان، الشقه وقعت او يعني العماره بتاعتنا حصل لها حاجه ولا لا، لان هي كانت جايه لسه ما تعرفش. فانا يعني فاكر كويس جدا ملامحها، وهي الرعب يعني برضو، والخوف، احنا بنتكلم عن الخوف، والخوف على كل حياتها وعلى المستقبل هي بنته في دماغها وفي خيالها وعلى اسرتها، وعلى الخوف ده كله بقى ظاهر على ملامحها.
فيمكن فكرة الخوف برضو هي اللي خلتني أفكر في يعني اللحظة دي كان فيها لحظة مليئة بالخوف، خوفي أنا وخوفها هي وخوفنا جميعا يعني. فيمكن ده برضو هو اللي دفعني إن أنا أختار اللحظة دي عشان تبقى أحكي عنها يعني في هذه القصة، اللي يمكن زي ما أنت بتقول فيها جزء من السيرة الذاتية أكتر من الفانتازيا اللي موجودة في، أو يعني السيرة يعني أكتر من الفانتازيا. الحياة اللي بنيناها والحياة واحنا نتصرف فيها بعد كده ازاي، بعد ما لعبنا الكراسي الموسيقية وخدنا كرسي بس في النهاية ما فرقتش برضو، ان الثمرة مش قادرين نوصلها، سواء بقى زرعنا شجرة مانجا، شجرة يعني كمثرى، انواع مختلفة لاصدقاء في قصة البحث عن ثمرة مانجو، وهذه الشجرة التي يعني زرعناها هل كان الأمر يستحق؟ هل هناك جدوى بشكل ما من هذه الزراعة؟ بالظبط هو ده السؤال، هل هناك جدوى؟ يعني هو يعني برضو نرجع لفكرة لكلمة الخوف، هو خوف من انقضاء الحياة واحنا بنبحث عن أهداف معينة أو ثمرات معينة عشان نقطفها، وبنقضي وقت طويل جدا في البحث عنها وفي الآخر ما بنحصلش عليها هي بالظبط، وبنفاجأ بأن الحياة بتمر، وهل كان الأمر يستدعي كل هذا التعب ولا هو بلا جدوى في كل الأحوال سواء حاولنا نقطف الثمرة أو لم نحاول هي كده. انت مش من بتوع المتعة في الرحلة، انت عايز لا تشوف الصبر. تمام، ده يعني اعتقد مرتبط بشكل ما باخفض صوت الكلاكسون من فضلك، يعني ان هو في الاول منزعج وحاسس ان هذا الضجيج هو ما يزعجه بشكل ما، لكن يكتشفه ان ربما هذا الضجيج هو هيخلي الدنيا تمشي وان هو يوصل للهدف بتاعه يعني. واخفض صوت الكلاكس من فضلك، يعني فيها برضو تصور لشكل المدينة والحياة فيها والضغوط اللي بيتعرض إليها والروتين في نفس الوقت اللي هو ماشي فيه اللي بيضغط عليه، فهو بينفجر في آخر القصة كمان. يعني هو الروتين والتكرار والاعتيادية دي بتؤدي في الآخر إلى ملل، والملل بعد شوية كمان بيؤدي إلى غضب، يعني في غضب بعد كده بيبتدي يظهر. سادية ومازوخية يعني بس دي ظهرت كمان في حاجة تانية، يعني في قصة شهوة اليد اليسرى، هو هذا الروتين وهذا الملل يدعو إلى مغامرة، وفوجئت إن هو مثلا قال إيه، إن هو يسرق، يعني هو مش عايز فلوس ولا عايز يسرق ولا عايز يعمل، بس هو كأنه المغامرة ديت إن هو يعملها، ويقول بس انا ممكن اتضرب، اصلا انا كنت ضربت حد كان سرق قبل كده، فحسيت فيها السادية والمازوخية في نفس الوقت، يعني هو استمتع بفكرة ان هو يضرب حد وما عندوش مشكلة لو هو اتضرب برضو ان هو يتضرب يعني. لا هو عنده مشكلة ان هو يتضرب يعني. يعني هو فكرة السرقة بالنسبة له كانت فكرة كسر الاعتيادية زي ما احنا بنتكلم على ان الحياة متكررة وروتين وتكرار وبتاع، فهو بيحاول يكسر الاعتيادية، وبيفتكر اللحظة اللي هو ضرب فيها حد في الشارع وهو ما يعرفش هو ارتكب ايه ولا ايه جرمه لمجرد ان هو غاضب. يعني هو لقاهم بيضربوا حد فاشترك في هذا الفعل لمجرد ان هو جواه طاقة غضب، وطاقة الغضب دي متعلقة برضو بالحياة الروتينية الكئيبة فطلع طاقة الغضب دي بشكل، بقى نرجع بقى لموضوعنا أصلا، بشكل فيه قدر من الحيوانية والوحشية، طلعها في واحد هو ما يعرفش أصلا إيه الجرم اللي هو ارتكبه. يعني البشر يتحولون إلى مساوئ الحيوانات، خلينا نقول، أو هي ما أسقطه الإنسان على الحيوانات من بعض الصفات، بينما الحيوانات بنشوفها إن هي تتمتع ببعض الأخلاقيات التي ندعوها بالإنسانية. يعني إحنا عندنا قصة حب القردة، وهذا يعني حتى الجملة ظل متحابين يسخران من البشر الذين لا يجيدون فنون العشق. احنا هنا بنتكلم على حب القردة وان هم اللي بيتفرجوا علينا، تمام، وهنلاقي ان العكس يعني، وبرضو نفس الحكاية، لماذا صمت الببغاء؟ وهنا انا عجبني ان انت يعني عملت تشكيلة من القصص الديني من سفينة نوح مع حاجة حقيقية، وهو الببغاء أليكس اللي تم دراسته لمدة 30 سنة في جامعة أريزونا، عشان المفترض إن الحيوانات اللي هي أو الرئيسيات اللي عندها مخ كبير هي اللي تقدر على اللغة، لكن نكتشف إن بعض الطيور الصغيرة هل هتقدر تستخدم اللغة ولا لا، فهذا صمت أمام
التكرار والروتين والكذب الخاص بالإنسان، ولدرجة إن أنت عملت نهاية داروينية يعني استكمال لنظرية التطور. فهل يعني أنا مش عارف، لأن الإنسان أحيانا أنا بالنسبة لي حتى بفكر فيه الإنسان الذي يبدع ويخلق الموسيقى والأدب والإبداع، هو أيضا الذي يضغط على زناد السلاح ويقتل وأسوأ من أي حيوان آخر يعني. طبعا يعني مبدئيا قصة حب القردة دي أصغر قصة في المجموعة، يمكن أصغر قصة أنا كتبتها عموما. وأنا ما بملش قوي لفكرة القصص القفقف القصيرة، ميم ووامضة والحاجات دي. بالظبط، لكني لقيت إن القصة دي يعني ضرورية في سياق أنا اتخضيت شوية مش هكذب عليك يعني. ضرورية في سياق المجموعة، يعني لأن فيها من وجهة نظر يعني إدانة بقى للبشر من خلال هذا القرد اللي بيبص للبشر بسخرية وبيسخر من عدم قدرتهم على الحياة والاستمتاع بيها ولا المشاعر ولا كده، وإن هم أكثر حيوانية يعني إذا صح التعبير يعني، أو أكثر وحشية من المفترض الحيوانات. طبعا يعني احنا في صدفة سيئة يعني ان احنا شايفين ده الايام دي خلال الاسبوع اللي فات وامبارح والنهاردة، هذه الوحشية يعني اعتقد ان ده اكثر مما ممكن يرتكبه حيوانات، ومش بس اللي بيرتكبه ده، كمان في هناك من يهلل ويصفق للي بيحصل ويبرره، ووسائل اعلام كثيرة يعني تبرر اللي بيحصل، تتكلم عنه بشكل وقادة في العالم وسياسيين. ف يعني ده أقصى مما قد يرتكبه أي حيوان، وما يستطيع أن يكتبه فدي يعني. غابة، فهي دي غابة. فلذلك يعني الحيوان بيدين الإنسان وبينظر إليه النظرة الساخرة دي، إن أنت بتتهمني أنا بالوحشية في حين أنت بترتكب كل هذا يعني. فده كان يعني جزء من وجهة نظري. انت قلت ان هو يطلع طاقة الـ يعني يطلع الروتين وهذه طاقة الغضب ديت في بشكل ما، لكن احنا بنلاقي طاقة جدال اصلا او ما يشبه مسرحية شكسبير يعني، جعجعة بلا طحن يعني في حادث قتل جماعي، اختلاف في وجهات النظر ويعني مناقشات ومشاحنات، ولكن عند الفعل يترك يعني هذا يعني هذا الرجل أو هذه الضحية إلى أن يموت بس خلاص، ما حدش حقيقي مهتم. حقيقي عايز اتكلم بس ان المجموعة دي القصص كلها يعني كتبت على فترات متباعدة على وقت وده اللي أنا مستغربه، لأن في ما يشبه وحدة موضوعية وصلات ما بين القصص المختلفة ما تخلينيش أحس إن دي اتكتبت على فترات طويلة. انا يعني في الاخر طبعا عملت على ان انا يعني برضه اشتغلت على بعض القصص مرة أخرى بحيث إن هي تبقى أكثر مناسبة وإلى آخره يعني. لكن عايز أرجع إن كل ده يعني أغلب القصص يمكن باستثناء قصتين أو حاجة كتبوا في ال10 سنين الأخرى، يعني من مثلا 2014 تقريبا إلى 22 أو حاجة زي كده. فإن أنا يعني كنت شايف إن يعني القصص دي ما يجمعها إن هي كتبت في هذه ال10 سنوات من شخص يعيش في القاهرة، ده أكتر شيء بيجمعها يعني، وكأنه تاريخ لجيل في مدينة القاهرة. حاجة زي كده بالظبط. فالقصة اللي أنت بتشير إليها يعني أنا شايف إن هي مرتبطة برضو بحياتنا خلال السنوات الأخيرة دي، في جعجعة كتير اختلاف واختلافات ومحاولة كتير التصنيف وفي خوف بيمنع أي حد إن هو يعمل أي حاجة بعد كده، لأن احنا في الآخر عايشين محاطين بخوف، فساعة الجد بقى كله بيصمت. وأيضا يعني في يعني أنا من القصص العجيبة بالنسبة لي هي تحت المطر، وهي حتى إني هذا الدعاء هو ما فيش محاولة حقيقية للخلاص من خلاله، يعني المصلين الموجودين في المسجد وهم سامعين صوت المطر وإحنا يعني بنستنى المطر عشان ندعي، لكن ما فيش إيمان حقيقي
ان ده هيغير اي ان شيء. ده هيغير اي شيء، او ان هو حتى يعني هم بيعملوه برضو ايضا بشكل روتيني، اللي هو بالظبط. او لشكل رغبات في الحياة، يعني مش بشكل السعادة، لا يعني هو بياخد يعني حتى الدعوات اللي كانت موجودة كانت محددة، لدرجة ان شخصية الراوي لما شاف بنت وهي بتدعي برضو حط لها بعض الدعوات الجاهزة. والدعوات كلها زي ما انت بتقول بسيطة جدا، يعني حاجات حياتية ممكن تكون يومية كمان، فمن شدة بساطتها دي يعني هي القصة بتاعت تحت المطر. انا يعني يمكن هي من وجهة نظري يعني بتعرض تأثير البساطة، الحاجات البسيطة قوي على حياة الناس، فازاي شوية مطرة هيغيروا مسار اليوم، وازاي هما ما هيجوا يدعوا هيدعوا على حاجات قد تبدو تافهة يعني أو صغيرة جدا، يعني لكن هي مؤثرة في ما حياتهم أثر بشكل في حياتهم بشكل ما. طيب عايز أرجع شوية ل يعني لفكرة الإنسان، لأن الجزء الثاني هو بعنوان تائه في الغابة وصعوبة العيش كإنسان، يعني هو تحلي بأخلاقيات الإنسان أصبح صعب، لدرجة إن في هذه القصة اللي فيها بعض الفانتازيا وفكرة مشنقتان لملكين، إن الملكين حتى الملاك عندما نزل و اطلع على مغريات الحياة وضعف الإنسان في الوقت نفسه لم يستطع الصمود لمدة طويلة، ده هما يومين كانوا منعزلين، التالت خلاص الدنيا. طبعا يعني بالذات في الغابة، يعني بالذات لما يكون ده يعني ما يكونوا موجودين في غابة الحياة فيها بهذه الصعوبة، فبالتالي الضعف وارد بشكل أكبر. هو الجزء الثاني عموما بشكل عام هو زي ما اتكلمنا ان البطل رغم اختلافه في السن ورغم اختلافه في الظروف الى اخره الا انه هو بيحمل جوهر واحد، ففي احيان ممكن نتعامل مع بعض القصص على انها او حتى المجموعه كلها يعني اذا حب احدهم يعني ان يتعامل معها على انها شكل ما من المتتاليه القصصيه، بس انا شايف بالذات في الجزء الثاني اللي هو تائهم في الغابه ان احنا بنبتدي بقصه مشنقتان لملكين اللي هو بيتكلم فيها عن طفولته الى حد ما، معظمها في طفولته وقصص طفولته الراوي يعني، والقصه بتاعت الملكين دي اللي هي بيتذكرها منذ طفولته، بعد كده بيتمثل ان هو احد الملكين وصديقه اللي هو اسمه احمد نير هو الملك الاخر، يعني وده تقريبا صديق حي. ده صديق حقيقي، فبيتمثل ان هم الملكين باعتبارهم اطفال يعني، ويبتدي بعد كده اما يكبر يعيد البحث عن الملكين اللي تاهوا في الغابه. فدي أول قصة مثلا، وبعد كده القصة اللي بعديها اللي هي ممكن تكون درس تشريح اللي هي بتدور مثلا لشاب في الجامعة، وبعد كده شاب أكبر شوية، بعد كده وصولا إلى البحث عن ثمرة مانجو اللي هو بقى رجل ومتزوج إلى آخره، فهي قد تبدو وكأنها يعني إلى حد ما متتالية بتتابع شخص يعني حياة شخص ما تائهم في الغابة، هو دخل الغابة وبيبحث عن الملاك الذي كانوا يعني. يعني في محاولة يعني للإبقاء على الإنسانية أو جزء من الجانب الإنساني، وإن كان ده موجود حتى في النباتات مش بس الحيوانات، هو الاستمتاع بالفن. هنلاقي في اخفض الكلاكس من فضلك إن هو عايز يسمع مزيكا، وفي درس التشريح هنلاقي حجرة مخصصة لمارادونا وسماع موسيقى معينة، أغاني معينة، كتب معينة، وهي من الحجرات الأربع الموجودة للقلب، يعني أنت يعني خليت في حجرة للحبيبات أيوة. وحجرة للكراهية وحجرة ل حب من نوع من أنواع أخرى، هو محبة الأهل، محبة الأدب، محبة الموسيقى، محبة أماكن وأشخاص معينين، والرابعة خليناها فاضية لما نشوف هنعمل فيها إيه. بالضبط. فعايز أتكلم هنا عن إن فكرة التعامل مع الفن والأدب هو جزء من، يعني عباس العقاد كان شايف إن هو المميز ما بين الإنسان والكائنات الأخرى هو إن هو بيقدر يتذوق الفن والأدب. يعني لحد كبير طبعا يعني ده حقيقي، والفن
يعني إذا كنا إحنا في كل المجموعة بنتكلم على قد إيه الإنسان وحشي وقاسي وإلى آخره، أو الإنسانية أصبحت بهذا الشكل، فيمكن الفن هو أو محبة الراوي ده، الراوي اللي هو مختلف مع كل اللي حواليه، اللي هو رافض للي كل حواليه، فبيحب الفن وبيحب الموسيقى الراقية يعني من وجهة نظره، وبيحب إلى آخره، اللي هي قد تكون مناقض لكل اللي هو شايفه حواليه. اللي هو عدم اعتياد القبح بالظبط. والتذوق الفني نفسه هو مثال للتغيير، يعني ان انت بتقرا حاجه جديده فتعجبك وتندهش بالرغم من ان انت مش متاكد اذا كانت هتوافق ذائقتك، او حتى احيانا تقرا حاجه وهي مش ذائقتك بس تعجبك برضو. بالظبط. فهي ايضا فيها ديمقراطيه شويه، ان انت يعني تكون على استعداد ان انت تتذوق الادب والفن. يعني دكتور احمد عبد المنعم رمضان، نورتني، واتمنى المزيد من أنا اللي سعدت الدعاية بلقائك والتوفيق واللقاء الجميل ده، وإن شاء الله يتكرر كثيرا إن ان شاء شاء الله. الله. اشكرك اشكرك، أشكرك شكرا جزيلا. واعزائي المشاهدين اشكركم على حسن المتابعة، والى حلقة جديدة من حلقات طقوس الابداع.